معركة الحديدة أو الساحل الغربي من حالة لغط ومخاوف وتمنيات تتحول إلى واقع عنوانه الأبرز تقدم كبير لقوات الشرعية اليمنية مقابل انحسار وتقهقر لعناصر الميليشيا. إمكانية حدوث المعركة ظلت محل نقاش وانقسام لأشهر، حاولت الشرعية فيها إيجاد بدائل أمام تخوفات المجتمع الدولي، من ضمن هذه البدائل وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بعد أن جعلت منه الميليشيا ممرا لتهريب الأسلحة وما يأتي به الحلفاء من وراء الحدود. لكن تلك المقترحات ظلت حبيسة الورق والنقاشات المغلقة. وبالتزامن مع هذا كانت العدة تجري للذهاب إلى الخيار الأخير، التحرير، وما يحمله هذا المفهوم من دلالات القوة التي أثبتت أنها الخيار الأنجع للتعامل مع ميليشيا الانقلاب. انطلقت المعارك وبدأ أن سواحل البحر الأحمر منحازة للشرعية، عشرات الكيلومترات قطعتها قوات الجيش الوطني والمقاومتين الجنوبية والتهامية في الخط الساحلي حتى وصلت إلى مديرية الدريهمي. الوصول إلى الدريهمي كان على حساب قتل العشرات من عناصر الميليشيا واستيلاء قوات الشرعية على الكثير من المعدات العسكرية التي خلفتها الميليشيا وراءها. ليصبح السؤال الآن، هل سيستمر تقدم قوات الشرعية بعد أن أصبحت أقرب من أي وقت إلى المطار والميناء؟ وما هي الكيفية التي يمكن أن يخوض بها الجيش الوطني المعركة في مناطق الكثافة السكانية؟ وكيف يمكن له التوفيق بين التحرير وحماية المدنيين، خصوصا وأن الميليشيا تتخذ منهم دروعا بشرية؟